والحلول فينا هي والحلول فينا هي والحلول فينا هي وعلى السينا وحدة السينا وعلى السينا وحدة السينا وعلى السينا وحدة السينا وعلى السينا وحدة السينا والخضرة غالية علينا والخضرة غالية علينا. اليوم مدينة تزنيت على موعد من المواعيد التي قررتها الجبهة الاجتماعية المغربية لنزول الاحتجاج ضد السياسات لا اجتماعية ولا ديمقراطية ولا شعبية للحكومة وللدولة المغربية. اليوم نخرج لنقول لا لغلاء الأسعار، لنقول بركة من الحقرة، بركة من تفقير هذا الشعب، بركة من تحكم اللوبيات المالية والسلطوية في دواليب الدولة، بركة من الاحتكار. اليوم نقول لا لزواج المال والسلطة، لا لهيمنة الشركات والحيتان الكبرى على قوت اليومي للمغاربة. تزنيت كعادتها أبت إلا أن تلبي هذا النداء، نداء الجبهة المغربية، لتقول بركة من الحقرة، بركة من تفقير هذا الشعب. ونحن الآن نحتج على هذه الواقعة اللي وقعت ديال غلاء الأسعار، اللي هي واحد الظاهرة اللي ما عشناهاش نهائيا شحال هذه، اللي هي ان كنشوفوا بان الحالات الفقيره بان راه عايشه واحد المعيشه ما شاء الله، لان هذا الشيء اللي واقع راه الناس راه ما بقاوش قادين انهم يعيشوا عيشه بانها في المستوى. كاينين الناس يعانيوا دابا في هذا الشهر المبارك بانهم كيعانيوا وهما صايمين بالنهار وصايمين بالليل، بان هذا غلاء المعيشه راه قهرنا وما عمرنا عقلنا عليه نهائيا. وحنا دابا كنطالبوا المسؤولين، كنطالبوا المسؤولين انهم يتدخلوا في هذا الامر، لان الا ما تدخلوش راه هذا الشيء راه ما غاديش للصح وما غاديش لشي حاجه اللي هي مزيانه. كنسمعوا بان الناطق الرسمي باسم الحكومه سي مصطفى بيتاس بانه تيقولوا بان راه نقصوا بعض المواد وبانه راه في متناول الجميع، وانما ملي كنلتجؤوا للسوق تلقوا بان الاثمان كترتفع، بقى مرتفعه وباقي كتزاد في الارتفاع، ان ما لقيناش حتى شي تحسن نهائيا نهائيا في المواد، جميع المواد اللي هي تتسهلك في هذا الشهر المبارك وبلا هذا الشهر المبارك، بان غدا في الزياده. وحنا باقي غاديين دابا، لان هذا الشيء ماشي هو الواقع، ماشي الواقع هذا اللي كنلمسوا. حنا كنسمعوا ولكن التطبيق ما كاينش، لان الوعود كاينه ولكن شي حاجه اللي هي مطبقه راه لا نراها نهائيا. اليوم يعني جميع مدن المغرب كتشهد وقفات احتجاجيه، اكثر من 60 مدينه اللي كما كتلاحظوا الظروف المعيشيه، القدره المعيشيه، القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي في الحضيض، الكل يعني كيعاني، الكل يعني كيشتكي من غلاء الاسعار، من المعيشه اللي ما بقى قادر تيشري طماطيشات البصلات هذه. فاليوم حنا صوت المواطن المغربي كنحتجوا وكنعبروا على الاستنكار ديالنا للوضعيه اللي وصلت ليها الدوله المغربيه اليوم، اللي ولا المواطن المغربي ما قادرش باش يشري يعني القوت اليومي ديالو. حنا اليوم في هذه الوقفه هذه مدينه تزنيت كباقي المدن المغربيه، واللي كتلاحظوا بانه كاين واحد العدد ديال المواطنين اللي مشاركين في هذه الوقفه هذا، يعني هذا كيعبر على الاستياء ديال المواطن انه وصل لواحد الدرجه ديال الاحتقان، اللي لازم ان على السلطات ان تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار وتدخل باش تحاول تنقص من هذه الازمه هذه، وتحاول انها تلقى الحلول، لان كما كنشوفوا بان الحكومه غاديه في السبات ديالها ما مسوقاش بهذه اللغه هذه، ما مسوقاش للمواطن المغربي. فالصوت ديالنا اليوم بغينا نعبروا عن طريق الوقفات على المستوى الوطني، الاحتجاج ديالنا والاستنكار ديالنا، كنتمنى ان هذه الوقفات هذه تلقى اذان صاغيه. خرجنا اليوم اللي غير نحتج على هذه السياسات اللا شعبيه ولا اجتماعيه ديال هذه الحكومه هذه، مع استمرار هذه الموجه ديال الغلاء اللي مسات جميع المواد وخصوصا المواد الاساسيه وخاصه الخضر والفواكه، والخضر والفواكه وبالضبط ان المغرب ديالنا هو بلد فلاحي، والان يعني المواطن البسيط لا يستطيع شراء الخضر، فما بالك بالفواكه، فما بالك باللحوم. اذا هذه السياسه هذه اللي كتنهج هذه الحكومه هذه هي اللي خرجت هذا الشعب هذا لكي يحتج على هذه على هذا الوضع المزري الذي يعيشه دون مبالاة من طرف هذه الحكومة ومن طرف المسؤولين ديالنا. إذا الرسالة ديالنا للحكومة أنها تراعي لهذا المواطن هذا، وأنها تشوف من حاله
لانه كيعاني بشكل كبير، كيعاني بشكل كبير خصوصا الفئات الهشه والفقيره التي لا تستطيع شراء المواد الاساسيه، فما بالك بالمواد التكميليه. اذا على رئاسه الحكومه انها تقوم بخطوات جريئه وخطوات سريعه باش تنقذ ما يمكن انقاذه. وكيف تعيش يا مسكين؟ وكيف تعيش ويا مسكين؟ كيف تعيش يا مسكين؟